السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله طلاب وطالبات مدارس العلوم الإبداعية من الصف التاسع، مستمرين معكم إن شاء الله في شرح مادة الفيزياء، وإن شاء الله أن يخلصنا من هذا الوباء والبلاء ويجعلنا من عباده الصالحين بإذن الله عز وجل. وصلنا إلى الدرس الثاني من الفصل السابع، والدرس وهو الدرس الأخير من المادة، درس التمدد الحراري، وبه إن شاء الله ننهي مادة الصف التاسع الفصل الثاني بإذن الله عز وجل. نشاهد هذه التجربة معا، وسامحوني سأعجل في التجربة للوقت إن شاء الله. ماذا لاحظنا؟ سنتحدث عنه إن شاء الله، ألا وهو موضوع درسنا، حدث هنالك التمدد الحراري. نشاهد هذا المقطع أيضا. تحدث عن التمدد الحراري. نشاهد بعض الأمور في حياتنا والشواهد. الإنسان ارتفع درجة حرارته. كيف عرف يا جماعة من إنه صار معاه الحرارة مرتفعة؟ عن طريق الزئبق داخل هذا الأنبوب، فالزئبق أصيب بالتمدد الحراري فارتفع عنا في هذا الأنبوب، وهو الفلز الوحيد الذي يتمدد. الآن يا جماعة، من النصائح المهمة في الصيف، must be thinking how the gasoline came out of the tank, even though it was exactly filled till the brim. Am I right? Gasoline also expands on heating. برضو يا جماعة، السوائل أيضا تتمدد. فالأصل ما أعبيه بشكل ممتلئ، ما فيش مساحة لتمدد السائل صار عندي. فاللي حدث إنه تمدد السائل بالحرارة. As a result, the gasoline expanded. But since there was no space, فما وجد مساحة يعني يتمدد فيها، وبالتالي سيخرج من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض، لذلك بعبيه بشكل أقل. طيب، من الشواهد أيضا الموجودة عندنا في حياتنا اليومية، وخسر العالم منها أرواحا كثيرة. أيضا تمددت السكة بسبب التمدد الحراري. فما يحدث إخوان الكرام، لا يوجد مساحة فيتمدد الحديد بالحرارة ويتقلص أيضا بالبرودة. طيب، كيف يا جماعة حلوا الإشكالية؟ شغلة بسيطة، إنه ما في مساحة أنا عندي بالفراغات، وبالتالي بتنطعج معاي السكة ويخرج القطار عن المسار. الحل بسيط، إني أترك فقط مساحة صغيرة جدا ويركب بهذه الطريقة. هذه المساحة تسمح للتمدد إنه يستمر بسهولة إن شاء الله. وهذه يا جماعة إخواني من الظواهر الطبيعية، فنرى مثلا سكة حقيقية من بأثر التمدد. طلع يا جماعة كيف صارت، هذا من التمدد الحراري. فنبدأ الآن، ما المقصود بالتمدد الحراري؟ ومتى نقول أنه تمدد طولي أو سطحي أو حجمي؟ التمدد هو تغير في أبعاد الجسم تبعا لتغير الحرارة. التمدد الطولي تغير في الطول يحدث في الأسلاك والقضبان.
التمدد السطحي تغير في المساحة، مساحة سطح لأنه أطباق وصفائح. الحجمي تغير في الحجم زي الكرات والصناديق، وأخذنا بعض الأمثلة من الفيديوهات السابقة. طيب، تتمدد المواد الصلبة وتتغير أبعادها لتشغل حيزا أكبر عند تسخينها، ثم تتقلص وتعود إلى حجمها السابق. فما أشكال التمدد؟ قلنا طولي وسطحي وحجمي، وهذا متخصص بالطول، مساحة، حجم. التمدد الطولي هو زيادة الطول الأصلي نتيجة لارتفاع درجة الحرارة. شو العوامل؟ مقدار الفرق في الحرارة، الطول، ونوع المادة. طيب، لو جينا على هذا السؤال، عندنا هذول فلزين، فلز واحد وفلز اثنين، الفضي والذهبي، وجينا سخناه صار عندي بهذه الطريقة، انتقل عندي للانثناء اللي هو الشكل باء. السؤال: أي الفلزين تمدد بشكل بمقدار أكبر عند التسخين؟ باء: كم سيبدو كيف سيبدو الشريط إذا انخفضت حرارته إلى ما دون حرارة الغرفة؟ إذا كان الشريط الحلزوني ملتف بشكل جيم وهو في درجة حرارة الغرفة ثم سخن، فما سيحدث له؟ سنجيب عن هذه الأسئلة إن شاء الله. طبعا واضح أن الفلز رقم 2 تمدد أكثر من الفلز رقم 1 لأن انحناءه أكبر. طيب، كيف راح يبدو الشريط إذا انخفضت درجة حرارته؟ سيلتف بالاتجاه المعاكس، فيكون الفلز 2 داخل التقوس لأنه سيتقلص بمقدار أكبر، فاللي بتمدد أسرع بتقلص أسرع. إذا كان الشريط ملتف بشكل حلزوني وهو في درجة حرارة الغرفة ثم سخن، سيتمدد ليقل تقوسه أو يصبح مستقيما، لأنه قلنا يا جماعة الفلز رقم 2 تمدد بشكل أكبر من الفلز رقم 1. طيب، بقول لك كيف تختلف طريقة تركيب أسلاك الكهرباء في الصيف عنها في الشتاء؟ طب أنا بركب الكهرباء في الصيف والشتاء كل واحدة شكل؟ نعم صحيح. سنرى بعض الظواهر. في الصيف تركب الأسلاك دون شدها، أما في فصل الشتاء فيقومون بشدها. ما الذي تتوقع حدوثه لأسلاك الكهرباء لو قام المختصون بتركيبها أو شدها جيدا في فصل الصيف؟ لو قاموا بذلك، فإنه عند قدوم فصل الشتاء ستنخفض درجة الحرارة فتتقلص الأسلاك فتقطع. لذلك عندما تتركب في الصيف تترك غير مشدودة، وعندما تركب في الشتاء تشد جيدا. وسنرى بعض هذه الصور. هذه صورة لأسلاك عالية الجهد تتمدد أثناء الحرارة بالصيف وتتقلص أثناء حرارة الشتاء، فيكون هكذا شكلها بالصيف تنكمش، وهكذا في الشتاء عفوا، وهذا في الصيف تتمدد. ننتقل إلى التمدد السطحي والحجمي. ما هو المقصود التمدد السطحي؟ هو زيادة في مساحة المساحة الأصلية للجسم عند نتيجة ارتفاع الحرارة. شو العوامل؟ المساحة والفرق لدرجة الحرارة ونوع المادة. ما المقصود التمدد الحجمي؟ زيادة حجم نتيجة ارتفاع حرارة. لو كان عندنا مثلا كرتين، واحدة مجوفة والأخرى مصمتة، وسخناهم التنتين للحرارة نفسها، مين اللي راح يتمدد أكبر؟ جماعة قلنا مصنوعتين من الفلز نفسه، فراح يتمدد بنفس المقدار، تمام؟ لأنه التجويف يمتد كجزء من الكرة، لكن المجوفة راح أيضا تتمدد من الداخل والخارج، طبعا حسب الحرارة إذا وصلت للداخل، بحسب مقدار الحرارة اللي أنا بدي أوصلها. والغير مجوفة المصمتة ستتمدد من الخارج فقط. اختر رمز الإجابة الصحيحة. نأتي لسؤال: عند تسخين قضيب فلزي فإن الزيادة في طوله تعتمد على طوله وارتفاع درجة الحرارة ونوع المادة أو نوع الفلز كما مذكور في السؤال. طبعا في ملاحظة صغيرة: نوع المادة، كل مادة يا جماعة إلها معامل تمدد طولي ومعامل تمدد حجمي من المواد الصلبة، كما والسائلة لها معامل تمدد حجمي. ليش ملهاش طولي؟ لأن السائل لا يوصف بطول لكن يوصف بحجم، فكل مادة تختلف عن المواد الأخرى، وهذا أيضا كما ذكرنا يا جماعة من الاختلاف الذي وضعه الله عز وجل في هذا الكون العجيب، فكل مادة لها استخداماتها، فنحمد الله عز وجل على ذلك. الآن نأتي لسؤال: قطعة فلزية ساخنة على شكل متوازي مستطيلات وضعت على طاولة أفقي وتركت لتبرد، ما يحدث الكميات الواردة؟ راح نشوف تقل تزداد تتغير. أول شيء طبعا هي كانت سخنة يعني متمددة، ثم قل تمددها صارت باردة، ارتفاع يقل، المساحة بتقل والحجم يقل، لأنه راح يصيبها تمدد حجمي وتمدد سطحي.
الكتلة تبقى ثابتة، الكثافة تزداد لأن الجزيئات راح تقترب من بعضها البعض، تمام، لأن المساحة قلت. الوزن سيبقى ثابتا، الضغط على الطاولة يزداد لأنه الضغط علاقته مع المساحة علاقة عكسية، فقلت المساحة فبالتالي زاد الضغط. فسر المشاهدات الآتية: الأواني الزجاجية الرقيقة أكثر مقاومة لدرجات الحرارة من الأواني السميكة. الجواب بأنه الأواني السميكة بتمدد الجزء الخارج منها أسرع منه في الداخل، أما الأواني الرقيقة بتوصل الحرارة للجزء الخارجي والداخلي بشكل سريع لأنه رقيق. نجاوب جواب علمية: عندما يكون الزجاج سميكا يكون عازلا للحرارة، وعند وضع الطعام الساخن فيه فإنه يتمدد من الداخل ولا يتمدد من الخارج فينكسر، أما إذا كان رقيقا فإنه ينقل الحرارة بسرعة فيتمدد من الداخل والخارج بنفس المقدار. طيب، هنا بيصمموا الجسور وبيعملوا فراغات صغيرة؟ الجواب: لعشان الجسور تتمدد ما يحدث فيها تشققات. طيب، بيصمم الأنابيب ما بيعملوا بخط مستقيم، شو فائدة زيادة هاي الأنبوب؟ طب ما هذا كله تكلفة وكوست أعلى يعني بيزيد عليه. هذا يا جماعة عشان يتمدد وما لا سمح الله فترة من الفترات يصير فيها ضغط وينفجر عندي الأنبوب بسبب التمدد وزيادة درجة الحرارة على هذا الأنبوب. طيب، أحيانا تسقط حشوات الأسنان عند تناول المشروبات الباردة، لأنه يا جماعة بيكون في اختلاف بين تمدد، معامل التمدد للحشوات مع معامل التمدد للأسنان، لأن الحشوة تتقلص عندما تنخفض درجة حرارتها، فإذا كان معامل تمددها أكبر من معامل تمدد السن فإنها ستسقط، راح تتمدد أسرع من تمدد السن. ما الأمر الذي على الفن المختص في طب الأسنان الاهتمام به عند تجهيز الحشوة؟ أن تكون مادة الحشوة لها معامل تمدد مساوي أو قريب لمعامل تمدد مادة السن. طيب، في عندي جهاز اسمه الثيرموستات. طبعا هذا جهاز الثيرموستات منظم للحرارة. الجزء المهم فيه، طبعا هو المهم فيه اللي هو الشريط الفلزي الثنائي. الجهاز يستخدم لضبط الحرارة عند مقدار محدد. المهم فيه هو الشريط الثنائي الفلزي كما رأينا في المثال في بداية الدرس. أجهزة تحتوي عليه تكييف والتدفئة والمكواة. بماذا يمتاز الرقم الحديث؟ بقدر أحدد حرارة التشغيل والإيقاف بدقة تصل لواحد بالعشرة سيليسيوس. الآن انتهينا من تمدد المواد الصلبة، ننتقل إلى تمدد المواد السائلة. نيجي على هذه التجربة السريعة، تحدث عن تمدد المواد السائلة. أنا وضعت طبعا ووتر كلر، يعني ماء ملون، وكلر دوتر عفوا، طيب، وحطيت في هذا الأنبوب الصغير عشان أقيس مقدار التمدد، ووضعت إشارة صغيرة فقط، لاحظتوا؟ وضعت إشارة عند مكان السائل. الآن حطيته يا جماعة هوت ووتر، ماء ساخن. شو لاحظنا مباشرة؟ تمدد عندي السائل وارتفع في الأنبوب الصغير. حتى طلع قديش تمدد؟ وصل بشكل عالي. الآن بدي أخذه لمي باردة، شو اللي راح يصير عندي؟ تتقارب الجزيئات مع بعضها البعض، فبيصير عندي التقلص. إذن رأينا أن السوائل أيضا تتمدد. ما نوع التمدد للمواد السائلة؟ كما ذكرنا في المواد هو تمدد حجمي، لأنه ما لا توصف بمساحة ولا توصف بطول. إذا وضعت ثلاثة دوارق متماثلة تحوي كميات متساوية من الماء والجليسرين والكحول في حمام مائي، أي الأنابيب يرتفع فيه السائل بمقدار أكبر؟ صمم النشاط. طبعا باجي بحط الثلاث وبراقب كل سائل على حدة، وبعديها بتأكد من مقدار قديش كل واحد تمدد، وبشوف معامل التمددات، فبطلع عندي زي ما شفنا الجدول السابق اللي هو بتحدث مثلا في
تمدد كل مادة على حدة، يكون كل مادة لها تمدد مختلف عن المادة الأخرى. طيب ننتقل إلى خاصية مهمة جدا وتتعلق بدرسنا، وهي خاصية شذوذ الماء. الماء يا جماعة له ميزة سبحان الله عز وجل، سنتحدث عنها، وهي شذوذ الماء بين الدرجتين 0 سيليسيوس و4 سيليسيوس. هي يا جماعة بين 0 و4، هي هذا السلوك، هذا سلوك غريب يعتبر، تمام، له سلوك غير متوقع. الماء حيث أنه يتمدد فيزداد حجمه وتقل كثافته، بدلا من أن يتقلص مثل باقي السوائل، وكذلك عندما يتجمد يحدث له تمدد ملحوظ. هذا عكس المواد، قلنا إن 0 و4 بتمدد بزيد حجمه وبتقل كثافته مش بتزيد، واضح؟ بدلا من أن يتقلص لأنه على غرار باقي المواد، لأن المواد البقية تتقلص، أما هو فيتمدد وتقل الكثافة. طيب شو هاي الخاصية جماعة؟ راح تشوف لنا بعض الآثار لقدام شوي إن شاء الله. الآن عندنا هذا السؤال: من الشكل بيان المجاور أجب عما يأتي: حين ترتفع درجة حرارة الماء أعلى من 4 سلسيوس ماذا يحدث له لكل من حجمه وكثافته؟ طيب إذا انخفضت درجة حرارة الماء إلى ما دون الأربعة سلسيوس ما يحدث لحجمه وكثافته؟ إذا قمنا بتسخين ماء من 0 إلى 10 عند أي حرارة يكون حجم الماء أقل ما يمكن، متى يتفق الماء في سلوكه مع باقي السوائل ومتى يخالفها؟ طيب إذا أنا أول شيء رفعت حرارته أعلى من 4 سلسيوس بيزيد حجمه وبتقل كثافته. طيب إذا انخفضت درجة حرارته إلى ما دون الأربعة سلسيوس نفس الشيء، وهون الشذوذ يزداد حجمه وتقل كثافته. طيب إذا قمنا بتسخين المي من 0 لـ10 وين الدرجة اللي بيكون حجم الماء فيها أقل ما يكون اللي هي 4، تمام، متى يتفق الماء في سلوكه مع باقي السوائل ومتى يخالفها بين الدرجتين 0 و4؟ له سلوك غير متوقع وهو شذوذ الماء، حيث أنه يتمدد فيزداد حجمه وتقل كثافته بدلا من أن يتقلص مثل باقي السوائل، وكذلك عندما يتجمد يحدث له تمدد ملحوظ، أما عند رفع الحرارة من 0 لـ4 فإنه لا يختلف عن باقي السوائل. يعني يا جماعة إحنا نحكي في حال النزول في الحرارة. طيب ما أهمية خاصية شذوذ الماء للأحياء البحرية مع التوضيح؟ طيب بتيجي عندي درجة حرارة المي بتنخفض إلى أقل من 4 سلسيوس، بتمدد بتقل كثافته فبطلع لفوق بصير في الأعلى، تمام، وعندما تستمر درجة الحرارة بالانخفاض بتجمد اللي فوق لأنه ما له ملامس للسطح العلوي، بشكل طبقة. هاي الطبقة يا جماعة بتكون على السطح وبكون كثافة الجليد أقل من كثافة الماء، بيطلع لفوق مباشرة، فيبقى الماء ذو الكثافة الأكبر تحت اللي درجة حرارته بتكون 4 أو أكثر، ويشكل الجليد طبقة عازلة تقلل من فقدان الحرارة بين السطح هذا والسطح هذا، فالأحياء بتقدر تعيش في هاي درجة الحرارة. لكن لو هاي الخاصية مش موجودة في الماء يا جماعة سبحانك يا رب، درجة حرارة الماء تحت بتصير درجة حرارة قليلة جدا، زي مثلا -1 فوق عندي في السطح، ممكن تموت كل الأحياء الموجودة هون. طيب ينصح بعدم ملء الزجاجات بالماء بشكل تام عند وضعها في مجمد الثلاجة، ليش يا جماعة؟ لأن الماء عندما يتجمد يتمدد، على عكس قلنا يا جماعة إذا السوائل عكس المية حكينا عنها، تمام، في هاي الشغلة، لأن الماء عندما يتجمد يتمدد فيزداد حجمه، فإذا كانت الزجاجة مملوءة راح تنكسر، وكثير منا حدث في هذه الشغلة، أو ممكن تنطعج الجنينة بفعل ضغط الماء الناجم عن زيادة الحجم. أيهما أكبر وزنا؟ 100 سنتيمتر مكعب من الثلج أم 100 سنتيمتر مكعب من الماء؟ فسر إجابتك. حيث أن الحجم ثابت وكثافة الماء أكبر من كثافة الثلج، فإن كتلة الماء أكبر ووزنه أكبر. طيب نذهب الآن إلى تمدد الغازات وسنرى ما يحدث لها عن طريق هذه التجربة. الآن تأثير الحرارة على حجم الغاز. بالون واضح إنه حط مي سخنة ومباشرة شو ماله الغاز راح تمدد عندي
وملأ البالون الصغير. لاحظوا كيف بيصير تمدد هون مع زيادة درجة الحرارة. طيب الآن بدي أقلل درجة الحرارة، حط ثلج مع البالون. إذا حدث معي التقلص بانخفاض درجة الحرارة، فرأينا سلوك الغازات. نيجي على السؤال، فسر ما يحدث في الجزيئات المادة عند تسخينها وتمددها، ولماذا تتمدد الغازات بنسب أكبر بكثير من المواد السائلة والصلبة؟ طيب أنا لما أسخن الجزيئات بزيد طاقتها الحركية، فبتصير تتحرك وتتباعد عن بعضها البعض، فبالتالي تتمدد المادة والغازات تتمدد بنسبة أكبر، لأن جزيئاتها مالها يا جماعة متباعدة أكثر من تباعدها في السائل والصلب، ولها حرية أكثر في الحركة ولها طاقة حركية أكثر، فتكون نسبة التباعد فيها أكبر من السوائل والمادة الصلبة. طيب ينفجر البالون المنفوخ جيدا إذا بقي مدة تحت أشعة الشمس، لأن الماء الغاز في داخله يتمدد فيصبح حجمه أكبر، وعندما لا يسمح البالون بزيادة الحجم فإن ضغط الغاز بداخله يزداد فينفجر. زي لما تقرب بالون على صوبة، لما تقربه ليش بينفجر؟ لأنه تمدد الغاز عندك بشكل سريع جدا. طيب ناتي على هذه الأسئلة، حجم الغاز المحصور يزداد بصورة منتظمة عند ارتفاع حرارة مقيسة بالتدريج سيلسيوس عند ثبات الضغط، لكن لا يمكن وصفها بالعلاقة الطردية. لماذا؟ لأن نسبة الزيادة في الحجم لا تساوي نسبة الزيادة في درجة الحرارة، والمنحنى لا يمر بالنقطة صفر صفر. يعني يا جماعة إذا أنا زدت مثلا مقدار درجة الحرارة 1، الحجم ما بيزيد عندي 1. إذا زدت الحرارة 10، الحجم ما بيزيد 10. في نسبة وتناسب بينهم، ما بيطلع نفس المقدار. طيب ماذا يحدث للغاز عندما يتم تسخينه درجة حرارة مئوية واحدة؟ يزداد حجمه، وتكون هذه الزيادة بمقدار 1/273 من حجمه الأصلي. فمنلاحظ ما ازداد بمقدار 1 مثلا في الحجم. طيب هل يمكن التنبؤ بأنه لو أصبحت درجة حرارة الغاز سالب 273 سيلسيوس تقريبا، يعني الصفر المطلق أو الصفر الكلفن بسموها، فإن حجمه سيصبح صفرا؟ طيب أثبت التجارب أن التبريد المستمر للغاز يجعله يواصل التقلص، ولكن عند درجة حرارة معينة وقبل أن يصل إلى الصفر المطلق يتحول إلى سائل، أي أن الغازات لن تصل إلى حالة يصبح فيها حجم الغاز صفر، وهذه بيسموها الصفر المطلق، ويدرسون سلوك المادة عندها. طيب نيجي على هذا السؤال، اختر رمز الإجابة الصحيحة. المنحنى الذي يمثل العلاقة بين حجم الغاز ودرجة حرارته عند ثبوت الضغط، وهذا المنحنى قلنا ما بيبلش من صفر صفر، بيطلع عندي أول شيء بيطلع عندي الحجم، بعدها بتزيد درجة الحرارة. طيب وتحدث العالم شارل عن هذه العلاقة، عن علاقة حجم الغاز مع درجة حرارته، فقال نص القانون: حجم الغاز المحصور يتناسب طرديا مع درجة حرارته المطلقة عند ثبات الضغط. لازم يا جماعة الضغط يثبت، حكيت عنها في الفيديو السابق وبرجع بكررها. طبعا احنا ما راح ناخذ تغيرات الضغط لانه بدخل ثلاث عوامل، بصير الموضوع اصعب، يعني هذا بالجامعة ان شاء الله. فالقانون عندي بيكون عندي درجة الحرارة الحجم على درجة الحرارة لازم يساوي ثابت، يعني درجة الحرارة الأولى على الحجم الأول على درجة الحرارة الأولى يساوي الحجم الثاني على درجة الحرارة الثانية. طبعا هون يا جماعة لازم تكون الحرارة معي بالكلفن، فمثلا أعطيتك إياها سيلسيوس بروح بغيرها، بيقعد بيقول لي أستاذ طب أنا لو ثبت درجة الحرارة بالسيلسيوس بيطلع معي نفس الجواب. لا ما راح يطلع، إلا في حالة من الحالات راح ناخذها لقدام شوي. نيجي على هذا السؤال والتطبيق، غاز محصور حجمه 2 لتر عند درجة حرارة 27 سلسيوس سخن حتى أصبح درجة حرارته 327 سلسيوس، كم يصبح حجمه؟ معطيني حا واحد الحجم، ومعطيني دال واحد، ومعطيني دال اثنين، وطالب حا اثنين. أول شيء بحول درجات الحرارة بالقوانين اللي أخذناها سابقا، الكلفن يساوي سلسيوس زائد 273، بطلع درجة الحرارة الأولى 27 زائد 273 بطلع 300 كلفن، بعدها الثانية 327 زائد 273 بيطلع 600 كلفن،
معاي الحجم الأول 2 لتر مطلوب حا 2، بحط القانون حا 1 على دال 1 يساوي حا 2 على دال 2، بعوض تعويض مباشر 2 على 300 يساوي حا 2 على 600، بضرب ضرب تبادلي 2 ضرب 600 يساوي 300 ضرب حا 2، بطلع بقسم أول شيء طبعا على 300 عشان أتخلص وخلي المعامل وخلي المتغير لحاله، بطلع عندي الجواب حا 2 يساوي 4 لتر. وبهيك نكون أنهينا الدرس الأخير وأنهينا المادة كاملة. طبعا أسئلة الفصل حليتها أنا خلال الفيديوهات، والله يجزيكم الخير وبارك فيكم. الفيزياء يا جماعة لازم ترجع تفهم بعدها تبدأ تحل بإيدك، لا يكفي أني أنا مثلا فهمت في الفيديو، لازم أرجع مباشرة أحل، لأنه حتى الطالب الفاهم بالفيديو واللي مش فاهم التنين لازم مطلوب منهم يحل بعد ذلك عشان يفهم المادة بشكل جيد. فياريت نحل الأسئلة الموجودة بالفيديو ونحل أسئلة الفصل الموجودة، وأي سؤال إن شاء الله إحنا جاهزين. الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير جميعا، لا نقول إلا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.